بتمنى تكون متذكر الشغل. إذا خسرت ما عاد رح تقدر ترجع على المدرسة. مثل ما عم ما عاد في داعي إنك ما رح يكون مرح كثير بيننا. أكيد متذكر. متذكره للشرط. بس أنت دير بالك على حالك لأنك رح تخسر كل شيء. عن جد. قلت لك خسارتك مأكد. لا أبدا رح يخسر. ضربوا ضربوا. باح عليك. أبورفا وناكول عم يتخانقوا. رح روح خبر المدير. ايه شفته؟ معقول يخسر ناكول؟ ايه بيخسر. ما رح اطلع من المدرسة ولا بدي حاكيها لرفيقتك، وانت دير بالك عليها، انا ما عاد بدي شيء ابدا. طلع ضعيف ناكول، وأبورفا قوي. أبورفا وبس. تخليت عن البنت؟ ليش هيك عملت؟ لأنه أنا هيك بدي. حكي لي عن البنت اللي بتحمل شنطة حمراء. بتحمل شنطة حمراء؟ ايه تذكرتها، بارتيكا. هي طالبة جديدة، صار لها 5 أيام بالصف العاشر. بارتيكا؟ صار لها 5 أيام وأنا لساتني ما شفتها. لا ما بيصير. بس ليك ما فيك تحكي معها بسهولة؟ في كتير شباب حاولوا يحكوا معها بس ما عطتن وش. بس أنا متأكد إنها رح تنعجب. ليكن ليكن أستاذ. أبو رفع يلا على صفوفكن فوراً. حاضر. يلا. أنت عم تغلط كتير، هاي تالت مرة بيجيني شكاوي عليك. أنت شو عم يصير معها؟ جايين لها تعمل مشاكل؟ أنا ما بقبل هالشي يصير بمدرستي، مفهوم؟ وهي آخر مرة بحذرك. ليك إذا بيجيني شكوى تانية عليك رح أضطر أطردك من هون. دير بالك على حالك. يلا صار فيك تروح. ايه ما كنت كثير حلوه. شفتوا شو عملت الحصه؟ ايه. حلوه كثير. وبصراحه انا فهمت كل شيء على الاستاذ اليوم، كانت كثير مفيده. ايه كانت مفيده كثير. بيشرح بطريقه كثير سهله. ايه وانا حبيت شرحه كثير لهذا الاستاذ. عن جد كثير ظريف. رحله. رح جيب علامات عاليه اكيد. انا متاكده. مرحبا. طالبة جديدة؟ ايه. اهلين اهلين. انا أبورفا باخر صف، شفتكن قاعدين لحالكن اجيت حاكيكن. يعني انا اكبر منكن وبقدر ساعدكن بشو ما بدكن. انا جاهز. بالمناسبة اذا صار معكن اي مشكلة خبروني فورا بساعدكن، لهيك احفظوا اسمي. فرصة سعيدة. فارتيكا. ليكي حاكيني إذا بدك شي، لا تنسي. يعني بقصد إيه ماشي، بس أنت كيف عرفت اسمي؟ بصراحة أنا بعرف كل شي عن الحلوين اللي مثلك. حاكيني وقت اللي بدك. ماشي. طيب نحن تأخرنا على صفنا وصار الوقت مشان نروح. فرصة سعيدة. ماشي. صحيح الدروس أهم من القعدة هون، ما هيك؟ روحوا بشوفكن. أنا شو قلت لك؟ أكيد مشي الحال، بتكون حبتني. يلا يلا. تعا طالب جديد؟ إيه جديد. إيه شو اسمك؟ اتركوا خلاص.
اتركه يمشي. ماشي. هاش تزعج العالم. اسمع شغلة، إذا حدا هون بيزعجك فورا بتضربه كف. ماشي؟ يلا بسيطة روح. شو هاد؟ مرحبا. أهلين. كيفك؟ ماشي الحال. بتمنى تكوني مبسوطة هون، بقصد مدرسة جديدة، يعني جو جديد عليك. ايه مزبوط، بس يعني بصراحة وقتي مليان بالدروس والحصص فما عندي وقت اتسلى في بنوك. مزبوط، كلنا هيك بكل الأحوال. بتحبي نشرب قهوة؟ قهوة؟ الحقيقة أنا متأخرة وهلأ عندي درس، لهيك بيجي غير مرة، بس هلأ لازم روح. بعدين برجع بشوفك. شوفك. ليكي رح انتظرك المرة الجاية. شوفي الشاب عن جد ذكي كتير، وين الغلط إذا شربته قهوة؟ أنت مانك فهماني علي، هذا الشاب صار له كم يوم عم يلف ويدور حوالي، وخايفة إذا قبلت عزيمته على القهوة يضل يلحقني وما عاد يتركني بحالي. طيب بدي أسألك سؤال، أنت كيف ملاقيتي لهذا الشاب؟ لأنه أنا شايف تجانن طاير عقله فيكي. مو هيك، شو بتقصدي بهالحكي؟ أنا معك إنه هالشاب حلو مهضوم، بس يعني بصراحة أنا ماني شايفته أكتر من صديق. بس بدي أحكي لك عن شي مهم، هذا أكتر شاب معروف بالمدرسة. عفكرة مبين شاب مرتب ومنيح كتير. نحن ما عم نقلك أمي تزوجي، بس شوفي هاي المرة وين المشكلة يعني؟ إيه إذا لقيتي حالك مو مرتاحة فيكي تنهي القصة فورا. شو؟ قوليلي في شي شاب بحياتك؟ لا ما في حدا. لكن بقصد انه لحتى حبه لازم يكون لطيف. عن جد؟ يعني هلأ ما في حدا عاجبك؟ خلص هلأ نحن صرنا رفقات بالفحوص، الوراق، المدرسين والحضور، بكل شي سوا. ماشي؟ ما حدا رح يقدر يساعدك مثلي. كمان أنا بقدم لك حب كتير. ماشي؟ قوليلي شو رأيك؟ طيب طلعي شوي لهون. ليش عم تطلعي يمين وشمال؟ فيكي تطلعي فيني، أنا مالي بشع كتير. شوفي هالموضوع جدي، أنا حبيتك كتير، بعرف الطريقة ما لها حلوة بس كمان ما لها سيئة. لا تقولي لا، أنا مالي متعود على الرفض.